اشمعنى شعب اسرائيل اللي الله يعني يختارهم ويميزهم بالشكل ده؟ يا ترى هو ليه الشعب ده بالذات؟ هل الشعب ده كان فيه حاجه مميزه عن بقيه الشعوب عشان كده الله اختاره؟ حته انه كان الله بيحابي شعب عن شعب بس لما اليهود يغلطوا لا يغمض عينيه لكن هل الخلاص من الجحيم او اللي خلاص عموما المفهوم الاوسع كان محدود على شعب بني اسرائيل بقيه الشعوب مش من حقهم كمان يعيشوا ودايما الناس تقول لك ليه كان ربنا بيستخدم شعب بني اسرائيل علشان يدين الشعوب المحيطه ازاي انا اشوف في تعليم المسيح النهارده يعني حاجه ضد العنصريه واحدة من الاتهامات اللي بتوجه لله في العهد القديم هو إنه إله عنصري إزاي الله المحب والعادل يختار شعب بعينه ويميزه ويبقى متحيز ليه؟ طيب ولو هو اختار فعلا الشعب ده هل هو كده هيبقى إله لليهود بس؟ طب هو كان بيتعامل فعلا مع بقية الشعوب التانية؟ ولو هو إله لليهود بس بكده هل يكون إله محلي أو قومي متأثر بس بالشعب والثقافة دي؟ طيب إيه اللي يفرق بقى عنه وعن بقية الآلهة في الشعوب الأخرى؟ ده اللي هنناقشه النهاردة في حلقتنا من برنامج لايف أكاديمي الإله الذي لا أعرفه وهيكون معنا النهاردة في المناقشة الأخ لوسر على مر التاريخ كل شعب كان بيبقى شايف ان هو شعب الله المختار، او ان هو افضل جنس على مر التاريخ. اليونانيين كانوا بيشوفوا ان اللي مش يونانيين برابره، العرب كانوا بيشوفوا الشعوب الثانيه عجميين. آه لما بنبص في الكتاب المقدس بنلاقي برضو انه آه الشعب اليهودي كان شعبه مميز قوي عند الله. من وسط كل شعوب الارض الله اختار الشعب ده بالذات علشان يكشف ليهم ذاته بطريقه خاصه علشان يطلعهم من العبوديه في ارض مصر عشان يخش بيهم ارض كنعان ارض الموعد هم دول الناس اللي, اللي جه منهم المسيح علشان يكرز ليهم يا ترى هو ليه الشعب ده بالذات هل الشعب ده كان فيه حاجه مميزه عن بقيه الشعوب عشان كده الله اختاره لا الله اختار اسرائيل او الشعب اليهودي علشان يكونوا نور للي حواليهم مش عشان يكونوا هم شعب الله المختار بمعنى انه احنا نتفاخر على جميع الاجناس ان يبقى احنا شعب الله المختار احنا الجنس المختار وبقيه الناس هم امم زي ما اطلقوا عليهم انهم كلاب ده ده ما كانش في خطه الله ولا كان في كلام الله وعشان كده قال لهم في تسنيه تسعة الايات خمسة وستة ليس لاجل برك وعداله قلبك تدخل لتمتلك ارضهم بل لاجل اثم اولئك الشعوب يطردهم الرب الهك من امامك فما كانش فيه تمييز ليهم غير ان الشعوب الثانيه عملت شر وخطيه واستمرأوا وعاشوا قرون في الخطيه وبعدوا عن الله وفي نفس الوقت هو اختار اسرائيل عشان يكونوا نور لكل الامم مش علشان يكونوا آه على اعتبار انهم ساده العالم والناس كلها كلام. <applause> اه بس يعني هو برضو بتبان في اوقات كده يعني حته انه كان الله بيحابي آه شعب عن شعب او انه يميز الناس دي قوي ودهم ان من خلالهم هتتحقق الوعود ومن خلالهم هيجي المسيا يعني برضو في حته كده انه الشعب ده الله ميزه بحاجات يعني لو انا مثلا كنت من 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 اي شعب من الشعوب التانية اكيد هتساءل إشمعنا شعب اسرائيل اللي الله يعني يختارهم ويميزهم بالشكل ده لو قرينا سفر عاموس لصح 9 و 7 و 8 الله بيقول لهم كده الستم لي كبني الكوشيين يا بني اسرائيل يقول الرب ألم أصعد إسرائيل من أرض مصر والفلسطينيين من كفتور والأراميين من قير هو ذا السيد الرب على المملكة الخاطئة وأبيدها عن وجه الأرض فهنا بيتكلم عن تساوي بين كل الناس الفكرة مع إسرائيل أنه هم لما اختار إبراهيم إبراهيم عبد الإله الواحد عرفوا ونسله في الغالب مشوا في طريق العبادة الإله الواحد لكن في فترات هم عبدوا الأوثان لكن في المجمل العام هم كانوا بيعرفوا الله الواحد والله اختارهم لمسؤولية وبما ان في مسؤولية ففي امتيازات عشان يقدر ينفذ المسؤولية لكن هل الله قفل على بيت الشعوب ابدا مرعوث كانت مؤبية ايوب ما كانش يهودي رحاب رحاب ما كانتش يهودية دول في نسل المسيح يعني يعني او دول في نسل المسيح فاحنا ما نقدرش نقول انه الله خد اسرائيل والباقيين لا. لا 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 هو كان بيحب كل الناس بيهتم بكل الناس بيدور على كل الناس زي نموذج يونان ونينوى لكن في اختيار المسيح انه يجي لو اختار شعب تاني غير اسرائيل كنا هنقول يعني نفس برضو. الكلام برضه هو ليه اختار دول لكن هو اختار شعب عشان يجي منه المسيح ودي مسؤوليه ضخمه اختارهم عشان يكونوا نور للي حواليهم، انه الناس اللي حواليهم يشوفوا الله فيهم، يشوفوا الله في سلوكياتهم في حياتهم، احيانا نجحوا في ده واحيانا فشلوا، لكن في النهايه كان الله اختارهم لمسؤوليه. عايز اقول كمان انه لازم نميز ان اختيار شعب بني اسرائيل كان لامتياز ما كانش للخلاص. يعني ما كانش الله مختار الشعب دوت عشان يخلصه ويسيب الباقي يهلك، ودي حته مهمه قوي قوي لازم نبقى فاهمينها، الاختيار بتاع شعب بني اسرائيل كان لامتياز ان الله يسكن في وسطهم ويعلن عن حضوره ليهم بشكل خاص جدا، ومع كل امتياز في الكتاب بتلاقي مسؤوليه قصادها، وغالبا الشعب ده ما كانش بيبقى قد المسؤوليه وعلشان كده كان بيقع عليهم قضاء احيانا اصعب من القضاء اللي بيقع على بقيه الشعوب، لكن هل الخلاص من الجحيم او اللي خلاص عموما بمفهومه الاوسع كان محدود على شعب بني اسرائيل حاش وزي ما كنا لسه بنتكلم شعب نينوى رعوث رحاب كل الناس اللي احنا شفناهم في العهد القديم من الامم الله كان بيتعامل معاهم وكان بيخلص من كل امه ومن كل لسان ليه وحتى لما هم خارجين من مصر كان في حاجه اسمها اللفيف اللي خرج معاهم من مصر هم مش يهود لكن هم شافوا قدام عينيهم معاملات الله اللفيف ده لما قابل إنه يخرج معاهم الله قابل بيهم وخرجوا معاهم ولو كان كل المصريين خرجوا معاهم كان الله هيقبلهم وحاجه كمان برضو يعني محتاجين ناخد بالنا منها هي انه اللي بين ايدينا النهارده الكتاب المقدس او العهد القديم هو بيحكي فعلا قصه تعاملات الله مع شعب اسرائيل لكن ده مش بالضروره بينفي تعاملات الله مع بقيه الشعوب الثانيه ربما ما يكونش ورد بالكامل تعاملات الله مع الشعوب الثانيه دي في الكتاب المقدس بالتفاصيل والحاجات دي لكن نقدر نشوف من بعض الأمثلة اللي اتذكرت في الكتاب المقدس إن الله كان فيه ليه تعاملات مع شعوب أخرى أو, أو جنسيات أخرى ما كانش الموضوع بس وكأنه مقتصر على شعب إسرائيل وكأنه هو الله بس مش بيتواصل مع البشرية إلا من خلال شعب إسرائيل لكن بنشوف إن الله تواصل وتكلم وعبر عن قداسته وعن قدرته لشعوب تانية كتير فده برضه بيورينا انه الله مش عنصري مش الله في الاخر خلق البشر كلهم على صورته على وعلى مثاله وكلهم متساويين لانه من غمر محبته آآ آآ قرر ان هو يتعامل مع الشعوب دي في شعب اه زي ما زي ما حضرتك قلت يا اخلوصر انه انه المسيح كان هيجي منه ك... ك... كنسل وك... في العهد الابراهيمي زي ما هنشوف ده مش بي... ده مش بيقول ان الله فقط تواصله مع الاخرين م. او مع الشعوب الاخرى لكن ده بي... برضه بيدينا احساس بالمسؤوليه ناحيه الشعب دوت ان هو يكون بيحمل العهد ده اعتقد كمان في حاجه مهمه نبقى, نبقى واخدين بالنا منها انه مش بس كان الله بيدي امتيازات لشعب بني اسرائيل لكن واحده من الحاجات اللي الله كان بيعملها في... من خلال قصه شعب بني اسرائيل في العهد القديم هو انه كان بيورينا فساد قلب الانسان كان بيورينا قد ايه احنا محتاجين فعلا مخلص وده عمله من خلال انه خد شعب بني اسرائيل كعينه انت لما بتبقى في مصنع وعندك منتج بتنتج منه الاف مش بتقعد تمتحن او تختبر كل, كل منتج العيني. لو عايز تثبت ان المنتج ده فاسد بتاخد عينه وتعمل عليها التحليل فحص. بتاعك أو, او الفحص بتاعك ولو العينه دي فاسده بت بتستنتج ان باقي كل العينات دي ايه بايظه زيها فكان الله اختار شعب بني اسرائيل ده وقال للبشر انا هاخد عينه منكم وهوريكم بجد فساد قلوبكم هوريكم قد ايه انتم محتاجين للمخلص، ولما شفنا ده في شعب بني اسرائيل استنتجنا انه ليس من يفعل صلاحا، ليس ولا واحد الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، فشعب اسرائيل كان هو العينه الاختباريه اللي الله اخذها عشان يثبت لنا بيها ان احنا محتاجين المسيح. ولكانت لع... كانت برضو ممكن كمان يا ماركو تبقى عينه لانه آآ آآ او يعني ده كان في فكره الله انه لو كانوا هم كان شعب اسرائيل زي ما انت قلت لا كانوا مطيعين وكانوا قادرين يشوفوا الوصيه ويشوفوا العهد ويلتزموا بيه مع الله. كنا هنقدر نشوف ازاي المجتمع الانساني لما بيكون الله هو في المركز او الجاد سنترد ازاي نقدر نشوف ان الشعب دوت شعب قادر يحقق انسانيته، شعب قادر يكون فيه عدل، ما يكونش فيه ظلم، ما يكونش فيه حاجات كتيره قوي. ده يمكن كان كان يعني عارفين زي ما تقولوا النموذج اللي كان الله نفسه يخلقه من خلال شعب اسرائيل لكن بنرجع زي ما كان ماركو قال ونشوف انه برضو الانسان فسد وزاغ وانه حتى الحاجه ديت احنا ما قدرناش نعملها الا لما الله هو اللي تدخل وساعدنا ومش بس ساعدنا يعني هو كمان اتم خلاصنا هو خلصنا لو رجعنا للعهد الابراهيمي اللي شعب اسرائيل هم نسل ابراهيم لو رجعنا للعهد اللي عمله الله مع ابراهيم نقرا عدد من الايات اللي بتتكلم عن النور اللي يخرج من هذا النسل لكل البشريه مم. في تكوين 12 قال انه يباركوا ويبارك نسله عشان لجميع قبائل الارض آه قال له فيك تتبارك جميع امم الارض قال له تبارك في نسلك جميع امم الارض كل ده في سفر التكوين 12 و18 و22 و26 فكان الله بينشئ هذا النسل من ابراهيم علشان يكونوا بركه مش عشان يتعالوا على الناس ولا يعتبروا غيرهم عبارة عن كلاب لكن ده القيمة اللي هم ادوها لنفسهم بطريق خطأ مش من الله لكن الله كان بيعلن محبته لكل البشر وكان الله يحب يعلن محبته لكل البشر من خلالهم كون ان هم فشلوا في كده فدي اشكاليتهم هم لكنها مش اشكالية الله اللي ما كانش متعصب لشعب اللي ما كانش مهتم بشعب معين وساب الباقيين لكنه كان بيهتم بكل الشعوب طب ايه يعني بما انك جبت سيره العهد برضو خلينا نتكلم نقول هل كانت في حاجات معينه المفروض شعب اسرائيل يلتزموا بيها ولو الله فعلا كان عمل كده هل هل بقى شعب اسرائيل نجح في ان هو يلتزم اصلا بالعهد ده؟ خلينا نفتح الكتاب نروح لسفر التثنيه من توراه النبي موسى صح 28 وفي صح 28 الله بيقول البركات واللعنات البركه واللعنه للشعب ده تحديدا اذا الشعب ده اطاع او الشعب ده رفض اذا الشعب ده مشي في محبه الله او الشعب ده رفض الله خلينا نشوف بس يعني لمحات بسيطه وسريعه وانا اشجع الساده المشاهدين انهم يقروا الإصح كاملا من اول ايه بيقول له وان سمعت وان سمعت صوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع وصايا التي انا اوصيك ابتدى ربنا يقول له البركات اللي هتجيلك هتبقى عالي هتبقى مبارك في الحقل مبارك سمرة بطنك بركات, بركات كلها الأرضية لو هم أطاعوا صوت الله هيهزم أعدائه هيبقى حاجات كتير أو ميزات كتير أوي لكن لو أنت ما سمعتش لو أنت ما أطعتش لو أنت عشت في الشر والخطية فبيرجع يقول له إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه وفرائده التي أنا أوصيك بها وابتدى يعدد له اللعنات بقى. م. مش هتكون مبارك في دخولك ولا خروجك الارض مش هتديك غلتها مفيش مطر مفيش, مفيش 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 كلها بركات ارضيه او لعنات ارضيه فهنا اذا الشعب ده كان اطاع كان استفادوا كانوا عاشوا كويس جدا كانوا استمتعوا كويس جدا كانوا نالوا بركات ونعم الله عليهم في الاوقات اللي عملوا كده الله باركهم فعلا لكن في الاوقات اللي شردوا وعملوا الشر وعملوا الخطيه الله عاقبهم فكان الشرط الوحيد إنك تسمع أو ما تسمعش، إنك تعمل الشر أو ما تعملش الشر، إنك تكون عايش في القداسة والطهارة والنقاوة أو تكون عايش في الشر والخطية وتروح تعبد الأوثان وتقدم لها ذبايح وتذبح ولدك هناك وتقدم زرعك لمولك كل ده شروط بسيطة، إنه تعمل دي أو ما تعملش دي يمكن أكتر حاجة بتلفت نظري هو إنه الشعب لما سمع العهد دوت آه قال لموسى كل ما قال لنا رب الهنا نفعل. مم. يعني هم كانوا متخيلين انهم هيقدروا يلتزموا بالعهد دوت، بس انا افتكر لما الرب قطع العهد مع ابراهيم في تكوين 15 قطعه آه بطريقه غريبه قوي، خلى ابراهيم يجيب حيوانات وطيور ويشقها نصين والمفروض انه العهد في الوقت ده كان بيتعمل بانه الطرفين اللي بيمضوا بالعهد بيعبروا من خلال الحيوانات دي وكانهم بيقولوا يعني اللي هيخلف فينا العهد يحصل له نفس اللي حصل <applause> للحيوانات دي <applause> لما جه الوقت علشان ابراهيم يعدي في وسط الحيوانات الكتاب يقول لنا ان الله اوقع عليه سبات وخلاه ينام و و وفي نور او في نوع معين من حضور الله هو اللي عدى <applause> ما بين الحيوانات دي وكان الله كان بيمضي مكان الطرفين في الوقت دوت وبيقول لو انا خلفت الوعد يحصل لي كده بس لو كمان نسل ابراهيم خلف الوعد انا برضو يحصل لي كده وده اللي احنا بنشوفه بيتحقق في صليب المسيح، الشعب خلف العهد والشعب فشل وسقط بس الدينونه والقضاء الحقيقي وقع على المسيح المصلوب مش على الشعب ده بس. متهيألي كمان واحده من الحاجات اللي ريحتني انا كمان في التفكير قوي في النقطه ديت هي انه احنا دايما يعني بناخد الحته بتاعت انه ده الله اختار شعب اسرائيل، ده الله يعني بناخدها من من المحمل ده لكن بنتغافل برضو ان شعب اسرائيل ده أه لما اخطا لما اخطا وزاغ وفسد خلينا نقول ان الله اوقع عليهم دينونه أه كانت يعني صعبه جدا صبت. جدا زيهم زي بقيه الشعوب. لا وده اكتر كمان من الشعوب الثانيه لانه على قدر معرفتهم الله أه حاسبهم. وعلى قدر مسؤوليتهم. وعلى قدر مسؤوليتهم بالتاكيد لكن لما نقرا العهد القديم نلقى مرات ومرات في يشوع سبعه لما خان غلط مم. الله عاقب الشعب وتهزمه لما في سفر في سفر عدد 21 لما تزمروا على موسى عاقبهم بالحياه الحياه المحرقه في عدد في سفر العدد 25 لما زانوا مع بنات مؤاب الله عاقبهم ومات في اليوم ده 24 ألف واحد كتير من المرات تقري في سفر الخروج 32 عبدوا العجل عاقبهم اللي كنا بنحكي فيها من شويه وفي الحلقه اللي فاتت كفر الله عن ذنب الشعب بالوباء الغريب كالوطني لما يهينوا ويهوى كان لازم يتعاقبوا الغريب زي الوطني اليهودي زي غير اليهودي يعني مفيش فرق بينهم فعدد 11 اتزمروا عليه فعاقبهم مرات ومرات كتيرة الله عاقب الشعب في السبي الأشوري والسبي البابلي دي من أكبر الحاجات كمان اللي بنقدر نشوف فيها دينونة كبيرة جدا على شعب إسرائيل وقعدت مدة كبيرة وكان ليها تأثير قوي في التاريخ اليهودي ولا زال لما نقرا العهد القديم كل المرات اللي اخطاوا فيها الله عاقبهم، امتى نقول ان الله متعصب لاسرائيل؟ لما الناس تغلط فيعاقبهم، بس لما اليهود يغلطوا لا يغمض عينيه، ما حصلش. بالعكس ده توبيخ، العهد القديم مليان توبيخ، العهد القديم مليان احداث الله عاقب فيها اليهود باستفاضه لانه زي ما قلنا على قدر المسؤوليه وعلى قدر المعرفه. الله ما عملش كده مع كل الأمم لكن عمل كده مع اليهود الشعب اللي اتبناه الشعب اللي خرجوا من مصر ليه؟ لأنه هو أحبهم واداهم من كرم وخيره ومحبته وإحساناته ونبههم وحذرهم مم. ما تعملش الشر وان عملته عقبك وهم وافقوا يعني هم لما هو طرح عليهم كده أه. كان موسى ومعاه السبعين شيخ كلهم وافقوا وقالوا موافقين اللي يقولوا الرب إحنا موافقين ده. عليه مم. طب رجعتوا ليه عن الاتفاق؟ رجعت على الاتفاق تتحمل عواقب الفعل اللي انت عملته ودايما الناس تقول لك ليه كان ربنا بيستخدم شعب بني اسرائيل علشان يدين الشعوب المحيطه بس الجميل ان هم لما اخطاوا استخدم الشعوب المحيطه علشان يدينهم أيوة. هم برضه فميزان عداله الله ما كانش بيتغير مع لما يجي يتعامل مع شعب بني اسرائيل بالعكس ده احيانا زي ما حضرتك قلت كان بسبب الامتياز اللي هم واخدينه الدينونه بتبقى اصعب عليهم مظبوط في شاهد كمان حلو قوي في تسنية سبعة بيتكلم كده عن حته في فكره شعب اسرائيل بيقول بيقول كده لانك انت شعب مقدس لرب الهك اياك قد اختار الرب الهك لتكون له شعبا من جميع الشعوب الذين على وجه الارض ليس من كونكم اكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لانكم اقل من سائر الشعوب بل من محبه الرب اياكم وحفظه القسم الذي اقسم لابائكم واخرجكم الرب بيد شديده وبيكمل في هنا برضو حته جميله جدا انا بحب أـ أـ يعني اتامل فيها خليني اقول كده فكره انه العهد اللي اخذ الله مع ابراهيم زي ما كنا حكي زي ما انت حكيت كمان يا ماركو أـ أـ الله يعني باقي على عهده وحتى ان كانت الـ الـ الاجيال اللي جايه يعني انا مثلا انا وانت اخذنا عهد على بعض في حاجه معينه ممكن مثلا اولادك او احفادك او ايا كان حتى بالرغم من بعض مثلا التصرفات اللي ممكن ما تبقاش عاجباني قوي لكني ببقى عايزه اقول ايه باقيه لسه على العهد بتاعي معاك اللي, انت معاي معاي اللي انا اخدته معاك ف... آ... آ... وكان الله فعلا يعني فضل ورا الشعب ده رغم ان هم فعلا كانوا قصاة وكانوا دايما الكتاب بيقول عليهم غلظاء الرقبه وكانوا بيخطئوا كتير جدا واهان الله كتير جدا آ... لكن اشوف فعلا تانى الله و... 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 وان هو يرحمهم ويترأف عليهم ويؤدبهم ويدنهم في اوقات ثانيه خلينا نحكي لك حكايه جت في صمويل الثاني 21 كان في ناس اسمهم الجبعونيين لما لقيوا اليهود قادرين بينتصروا فخافوا فعملوا خدعه ليشوع واللي معاه وراحوا له بلبس بالي وكانهم جايين من مكان بعيد وعيش فاتر فقدروا يخدعوه فعمل معاهم عهد لما جه شاول الملك كسر العهد ده وامات منهم كتير في زمن داود حصل مجاعة وداود ما كانش فاهم المجاعة دي ليه فربنا اتكلم لداود قال له بسبب العهد اللي كسرتوه مع الجبعونين الجبعونين مش يهود الجبعونين خدعوا يشوع وضحكوا عليه واخدوا منه عهد انه ما يقربش منهم ولا يعمل معاهم اي حاجة ولا يحاربهم لكن رغم كده الله تمسك بالعهد اللي عمله يشوع الراجل بتاعه واحترمه واحترم الشعب ده ورفض انه شاول ازاي يعمل كده ويروح يقتل في نسله وعاقب كل اليهود بسبب الحكايه دي برغم ان داوود ما يعرفش. <تويس> <هؤ> طيب ده ينقلنا برضو في حته بقى يعني بعد ما فهمنا فكره الله في فكره انه الاختيار شعب اسرائيل دي مش عنصريه ومش ومش ان هو يعني بيكره بقيه الشعوب التانيين ازاي انا اشوف في تعليم المسيح النهارده يعني حاجه ضد العنصريه أعتقد كفاية نقرأ الأناجيل ونلاقي إنه مثلاً واحدة من أشهر الآيات في العهد الجديد كله هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، إنه المسيح علمنا مش إن إحنا نحب اللي شبهنا أو اللي زينا أو اللي مثلنا لكن نروح نحب أعدائنا، المسيح كان بيتعامل مع المرأة الكنعانية وكان بيروح للسامرية كان بيذهب يعني الميل الآخر دايماً وكان كتير جداً من المعجزات اللي كان بيعملها كانت مع أمم ما كانتش مع يهود، فلما تبص الشخص المسيح هنشوف ان الله بيحب البشريه كلها وما عندوش تمييز ما بين ذكر وانثى، بربري وسكيثي، يهودي او اممي، بالعكس الخلاص اللي جه المسيح عشان يقدمه هو خلاص متاح لكل العالم. وهو قال لتلاميذه في نهايه انجيل متى اذهبوا الى العالم اجمع اجمع, أجمع. وفي بدايه اعمال الرسل قال لهم ما تروحوا روحوا الى اقصى الارض، واقصى بالصدر. الارض دول مش يهود، بالصدر. يعني يمكن طلع في اورشليم هداية يهود، بالصدر. لكن الأقصى الارض دول اكيد مش يهود هم هم. آه طيب ده برضو بقى لو هنطبقه النهارده على حياتنا احنا، او يعني خلينا ناخد دوت بتطبيق عملي النهارده. آه اوقات كتير قوي ودي بتبقى ساعات يعني مش عايزه اقول شكوى، بس يعني يعني خلينا نقول حاجه بتؤخذ على آه كتير من المؤمنين انه في اوقات بنحس كده في التعاملات ما بين المؤمنين من المؤمنين لاي حد تاني انه انا بتعامل مع حد مثلا درجه تانية بتعامل مع حد شرير وفاسد وما يعرفش حاجه عن الايمان كاننا برضو احنا للاسف برضو بنعيد نفس اللي عملوه شعب اسرائيل ان الله اختارهم لمسؤوليه لكن هم برضو في حته خدوها بالتكبر او الافتخار بانه احنا يهود وساعات احنا برضو في دلوقتي بنعمل كده دلوقتي. لا دلوقتي. احنا بنعمل اكتر من كده كمان <applause> يعني مش بس المؤمنين مع الناس اللي عايشين في الشر ده المؤمنين في الطوائف المختلفة كل طايفة بتشوف إن هي أحسن من الباقيين وأنا بفهم وأنا أقرب لربنا ودول أشرار ودول خراف ضالة ونبتدي و... و... نتعالى عليهم ونتعامل معاهم ما حاجة واحنا بس اللي عندنا الحق المطلق بالزبط. وتفسيرنا للكتاب المقدس هو الوحيد الصحيح وا واحنا رايحين السماء ودول ما يعني بالظبط كده وكاننا بنخلق نفس المشكله تاني بالظبط بالظبط احنا بنتشكل على فكره بالثقافه المحيطه بتاعتنا كويس قوي و... و... والثقافه المحيطه بتفرق ما بين غني وفقير ما بين متعلم وجاهل ما بين ذكر وانثى واحنا بنفتكر انه كنا بمجرد بقينا مؤمنين ده معناه ان احنا مش هنتاثر بالثقافه المحيطه بس احنا بنتاثر وبنلبسها غطاء ديني مم. فبدل ما نفرق ما بين رجل وانثى نفرق ما بين خادم وشخص عادي نفرق ما بين واعظ وما بين شخص ما بيوعظش الثقافه بتاعتنا دلوقتي كده موجوده جوه الكنيسه آه خليني اقول كده انه آه يعني الله منزه عن ان هو يكون آه آه متحيز قوي لشعب بعينه آه او متحيز لفئه من الناس بعينها آه دايما بتيجي في بالي صوره هتلر كده ان هو كان دايما شايف نفسه شايف الالمان او الشعب الالماني ان هو الجنس الاسمى او ان هم الافضل وكان كان مدي كمان لنفسه الحق انه بقيه الشعوب دي مش من حقهم كمان يعيشوا يعني ما احنا الجنس الافضل والجنس الاسمى المفروض انه البقاء زي ما كان دايما بيقول للأقوى يعني لكن الله بنعمته عنده معايير ومقاييس مختلفة خالص دايما بنشوفه قد ايه هو لما حتى بيجي يعني يختار شعب معين لمسؤولية يختار الشعب يعني شعب اسرائيل برضو كان من الشعوب اللي كانت لسه يعني قليله قوي وما كانش ليهم تاريخ ولا حضاره ولا اي حاجه يعني مم. في عبيت. وقت بالظبط كانوا عبيد كمان لما لما كانوا في ارض مصر فنعمه الله دايما بنشوفها ومحبته في تعاملاته مع البشر مش مش ملهاش حدود بشعب معين ولا لجنس معين ولا لفئه معينه لكنه مستمر ان هو يكون بيختار الناس كمان بس مش عشان يديهم محبة لكن يديهم محبة عشان يكونوا نور عشان يكونوا ملح للأرض عشان يكونوا مثال ونموذج يتحمل المسؤولية في أن هو يعلن عن مين هو الله ده أعتقد دي جداً يعني أحسن حاجة نختم بها حلقتنا هي الآية اللي بتقول أنه في المسيح ليس ذكر ولا أنثى ليس, ليس, ليس يهودي ولا أممي ليس بجباري ولا سكيتي أشكركم جدا على الحلقة ونشوفكم في حلقة جديدة